الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبة الكرام، ليس بعد هذه الليلة الإيمانية التي نسأل الله عز وجل يتقبلها كلام ولا مقال، ولكن حيث طلب منا الكلام في هذا المقام فإنا نوجز بما يكفي ويشفي، ومثلكم يكفيه الإشارة. ففي مثل هذه الأيام وهذه الليالي الفاضلة نتدارس كثيرا من كلام الله تعالى وسنة نبيه، وليس العبرة بما يقال، إنما العبرة بما يعمل به. فنريد أحبة الكرام أن ننظر ونقارن فيما اكتسبناه وما عملناه. استوقفتني آية، وربما استوقفتهم أنتم آية من كتاب الله عز وجل، أردت أن تكون هي موضوعنا في هذه الليلة، نتدارسها ونعيش في معانيها، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. آيات الصيام تعلمونها، في بدايتها الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول آية من آيات الصيام. وفي آخرها بعدما ذكر الله عز وجل جملة من الأحكام متعلقة بالصيام والاعتكاف، قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فانظروا كيف ذكر الله عز وجل الحكمة من تشريع الصوم في أوله وهو التقوى، ثم ختمه بالتقوى تأكيدا عليه. إذن أحبتي الكرام، التقوى هي مقصد من مقاصد الصيام. فالصوم لم يشرع لمجرد الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات فقط، وإنما لما يترتب عليه من تقوى الله عز وجل. فهل نحن اتقينا الله تعالى في صيامنا كما أمرنا الله؟ كلمة التقوى نسمعها كثيرا، نسمعها في كتاب الله في آيات كثيرة. قبل قليل إمامنا ردد ما يقارب 4 أو 5 آيات كلها تأمر بالتقوى في صلاة الليلة فقط. وفي خطبة الجمعة كل أسبوع نسمع: أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فهذه الكلمة نسمعها كثيرا وتردد على ألسنتنا كثيرا. وحتى تعريف التقوى أصبح معروفا لدى الجميع، ولا أريد أن أستعرض معكم التعريف المعروف التي يذكرها العلماء عن بعض السلف، ولكن نأخذ أوجز هذه التعريف وأجمعها، وهو من قال إن التقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية حتى لا يصيبك عذاب الله، اجعل حاجز بينك وبين عذاب الله. كيف يكون هذا الحاجز؟ الحاجز يكون بشيئين، قال: باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فالمرحلة الأولى أن تتبع أوامر الله، تطيع الله عز وجل فيما يأمرك به. وأوامر الله سبحانه على درجتين، هناك أوامر أمر الله بها أمرا جازما، أمر الله بها أمرا جازما ورتب على فعلها بالثواب وهدد على تركها بالعقاب، وهذه التي تسمى الواجبات. وهناك درجة أخرى من الأوامر، وهي التي رغب الله عز وجل فيها وحث عليها ورتب الأجر على فعلها، ولكن لم يرتب على فعلها العقاب، وهذا التي تسمى المستحبات. نعم، المستحبات أو المندوبات. فالمسلم يتق الله عز وجل في النوعين، في الدرجتين، فيبدأ بالدرجة الأولى الفرائض، ثم ينتقل إلى المستحبات، وهذا مصداق ما جاء في الحديث القدسي حينما قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، بأحب مما افترضته عليه. إذن الفرائض نتقرب إلى الله بها دائما فوق كل شيء، ونبدأ بها بتقوى الله. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل مطلوبة أيضا، لا تقول: أخي المسلم، أخي الكريم، أخي هذه السنة ليست واجبة. أنت تريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تريد الأجر، تريد الثواب. هذه الفضائل، هذه النوافل شرعها الله عز وجل لحكم عظيمة، أولها جبر النقص الذي يكون في فرائضنا، فنحن لا نضمن أن نكون قد أديناها كما أمر الله. ثم تكفيرا لسيئاتنا وما أكثرها، نسأل الله تعالى يعفو عنا. ثم تكثيرا لحسناتنا، وهذا ما نريده، وهذه مرتبة عالية. هذا أحبة الكرام الجزء الأول من تعريف التقوى. الجزء الثاني واجتناب نواهيه، أن نجتنب ما نهى الله عنه. ونواهي الله سبحانه وتعالى كما قلنا في الواجبات نقولها في النواهي كذلك، تنقسم إلى درجتين. الدرجة الأولى هي النواهي التي حرمها الله عز وجل وحذر منها ورتب على فعلها بالعقاب،
وعلى تركها بالثواب، وهذا اللي تسمى المحرمات. يليها الدرجة الثانية هي الأشياء التي الله عز وجل حذر منها، ولكن تحذيرا لم يصل إلى درجة التهديد بالعقاب، وهذه التي يسميها العلماء المكروهات. والمؤمن حريص على اجتنابهما جميعا، على أن يجتنب المحرمات التي حرم الله بكبائرها وصغائرها، وكذلك هو حريص على أن يجتنب المكروهات، لأن المكروهات أحبة الكرام في تركها أجر وثواب ومرضاة لله عز وجل، والتجري عليها يؤدي إلى التجري على ما بعدها، فهي حصن وحاجز. بعد هذا التعريف أحبة الكرام وهذه المقدمة، نطبق هذا الكلام على صيامنا وعلى عبادتنا في رمضان. ولا أريد أن أستعرض معكم أنواع العبادات فهي كثيرة، ولكن أكتفي بأهمها. أولها الصلاة، الصلاة التي هي عمود الدين، التي تركها كفر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. هذه الصلاة هل نحن قمنا بها كما أمر الله عز وجل؟ كل يتفقد نفسه أداؤها بالنسبة للرجال في وقتها جماعة في المسجد بأركانها وواجباتها وخشوعها. فهل أخي الكريم أنت قمت بهذا الأمر كله كما أمرك الله، أو عندنا شيء من التقصير؟ لابد تفقد نفسك يا الحبيب في مثل رمضان، فرصة للنفس أن ترجع وتأوب وتحاسبها، نرجع إلى الله، وأجواء المسلمين تساعد على ذلك، فالنفوس مقبلة على الله، والشياطين أو مردة الشياطين مصفدة، ولذلك نجد في رمضان من إقبال المسلمين على الخير ما لا نجده في غير رمضان. فأقول أحبة الكرام، لا نريد أن يكون حالنا في الصلاة فقط ما ذكرنا، بل نطمح إلى ما هو أعظم من ذلك، مرتبة المقربين، مرتبة المستحبات التي كان السلف الصالح رضوان الله عليها. أنا قلت قبل قليل نؤديها في وقتها مع الجماعة، لماذا لا ندرب أنفسنا على أن نذهب إلى المسجد قبل الإقامة، وهو اجعل رمضان هو بداية الانطلاقة. بعض الناس تعود ما يخرج للصلاة إلا حينما يسمع الإقامة أو قريب من الإقامة، فلنعود أنفسنا لا تقام الصلاة إلا ونحن في المسجد. بل ما هو أعظم من ذلك، ولنجربه، ويمكن في رمضان أن نعود أنفسنا أنه لا يؤذن المؤذن إلا ونحن في المسجد. هذه مرتبة قد تكون عسيرة، لكنها سهلة جدا على من يسره الله. وارجعوا إلى سير السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كثير منهم ذكر أنه ما أذن المؤذن إلا هو في المسجد. نصل لهذه المرحلة إذا جعلنا الآخرة في قلوبنا، وصار همنا هي الدار الآخرة، حينئذ صارت هي شغلنا الشاغل. أما ما دامت القلوب معلقة في الدنيا وهموم الدنيا ومتع الدنيا، فيصعب علينا أن نقوم بذلك. لكن أحبة الكرام، في رمضان تصلح أن تكون بداية لتطبيق هذا الأمر الكريم. الأمر الآخر أحبة الكرام، المستحبات بعد هذه الصلاة المفروضة، الصلاة الخمس المفروضة، ننتقل للمستحبات بأنواعها المختلفة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 40 ركعة، 17 هي الفرائض الخمس، واثنتي عشر هي السنن الرواتب، 11 هي الوتر. فهذه 40 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في اليوم والليلة، في رمضان وفي غير رمضان. فبعض الناس استشكل هذا الأمر، والحقيقة أنه ليس بعسير، لكن نعود أنفسنا على أن نتقرب إلى الله بهذه الصلوات، مع صلاة الضحى، يعني السنن غير الرواتب، صلاة الضحى وكذلك الصلاة ذوات الأسباب الخاصة، ليكون لنا نصيب منها وورد. فإكثارنا من هذه الصلوات دليل على حبنا لله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها الحديث. فهذه مرتبة من مراتب الولاية. أنتقل أحبة الكرام إلى عبادة أخرى، وهي الصيام. الصيام الذي هو لب شهر رمضان، وهو أهم العبادات على الإطلاق. كثير من الناس لو سألته عن الصيام يقول لك إنه هو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا حق، لكن هذا أحبة الكرام هو الصيام الحسي. يبقى عندنا ما هو أعظم، ما هو الصيام المعنوي، أن العبد إذا صام تصوم معه جوارحه. فهل نحن كذلك؟ ولست أقصد في نهار رمضان فقط، بل حتى في ليالي رمضان إذا صام يصوم معه سمعه، يصوم معه بصره، يصوم معه لسانه، يصوم معه جوارحه كلها. هل نحن كذلك؟
لنتفقد أنفسنا أحبة الكرام. نأتي عند البصر، نعمة البصر، هذه النعمة العظيمة. كثير من المسلمين يحفظ فمه عن المأكولات والمشروبات في نهار رمضان، لكن يطلق لبصره العنان في المحرمات، والمحرمات مصادرها كثيرة، ليست فقط النظر إلى ما لا يحل له من النساء، بل حتى الآن أصبحت وسائل التواصل الحديث الآن توفر في أقرب شاشة جوال الإنسان في جيبه، يجد فيها ما يرى من الأمور المحرمة ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل. هل حفظنا أبصارنا؟ القنوات الفضائية الآن متوفرة في كل بيت، ولا يخفى عليكم ما يعرض في هذه القنوات الفاضحة بأنواعها المتعددة. ليس فقط مجرد الفجور والعري، بل والله يعرض فيها حتى الكفر الصريح في بعض القنوات. نسأل الله تعالى أن يهدي القائمين عليها أو يخلص المسلمين من شرهم. فأقول أحبة الكرام، هل نحن الآن حفظنا أبصارنا عن هذه الأمور؟ كذلك أسماعنا، أسماعنا بعض المسلمين تلذذ لما يسمع من المحرمات من الموسيقى وغيرها، فإذا كان صائما تجده يتورع عن ذلك، وهذه الحمد لله هذه بادرة خير. تجده إذا قلت أنك صائم فإنه يغلق المذياع أو صوت المسجل عن هذه الموسيقى، ويرى أنه لا يليق به وهو صائم أن يفعل ذلك. لكن في ليالي رمضان ماذا يحصل؟ تنقلب الآية، فتفاجأ بأن هذا الصائم أصبح يلهو ويطرب ويرقص في ليالي رمضان كأن الصوم انتهى. فأحبة الكرام، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بأن نمسك جوارحنا في النهار كذلك أمرنا بها بالليل، والذي أمرنا في رمضان أمرنا في غير رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك اللسان، هذه الآلة العظيمة التي امتن الله بها علينا، والتي ربما حرمها بعض المسلمين، حرمها بعض الناس. والحقيقة أن كل نعمة ينعم الله بها علينا لا نعرف قدرها حتى نفقدها. وإذا أردت أن تعظ نفسك انظر إلى من حرم هذه النعمة تعرف قدر الله عليك. هذا اللسان نعمة عظيمة، لكنه قد يكون آفة عظيمة على المسلم، يكون سبب في دخوله إلى النار، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل اللسان، أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. قال معاذ رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان إن لم تحفظه أهلكك. تستطيع أن تستعمله في طاعة الله، فيما يرضي الله من قراءة كتابه والدعاء والذكر والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما أمر الله، لكن أيضا قد ينفلت فيرتع في الغيبة والنميمة والسب والشتم وقول الزور وأمور كثيرة لا تخفى. فاحفظ لسانك، لا تقل كلمة تندم عليها وتسجل عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الأحبة نماذج مما ذكرتها مما يعتري الصوم وقد ينقصه. فرمضان مدرسة لكي نضبط جوارحنا، لكي نضبط شهواتنا، لكي نضبط أنفسنا ونتدرب عليه في نهار رمضان وفي لياليه وفي رمضان وما بعد رمضان، ليكون زادا لنا إلى العام القادم. ننتقل إلى عبادات أخرى أيضا. لا يخفى عليكم أن رمضان مزرعة من الخير، ليس فقط هو خاص بالصلاة والصيام. رمضان فيه جميع أنواع الخيرات، وكما قلت لكم في أول كلمتي لا أريد أن أطيل عليكم، لكن حيث أن الوقت الإخوة أعطوني مزيد من الوقت الحاجة إلى تجهيز الجنازة، فإني سأذكر شيئا آخر. رمضان شهر القرآن، والقرآن عبادة عظيمة، ولا أريد أن أستطرد لكم في ذكر فضائل كتاب الله. يكفينا حديث مسعود الذي أخرجه الترمذي بسند حسن أن الحرف منه بعشر حسنات، الحرف منه بعشر حسنات. يعني لو تصورنا الكلمة كم يكون فيها من الأجور، والسطر من القرآن كم يكون فيه، والوجه من كتاب الله 15 سطرا كم يكون فيه، أجور عظيمة نحن عنها غافلون. فإذا قرأت الجزء وأتممت الجزء كم تكون حصلت من الأجور، وإذا ختمت القرآن كله، وإذا ختمت في هذا الشهر أكثر من ختمة، كم يكون لك من الأجور العظيمة. ثم أسأل، قراءة القرآن كم تكلف من الجهد وأنت جالس تقرأ، وحتى ما يحتاج أن تدفع وتبذل من مالك،
وإنما فقط تقرأ بلسانك وتنظر بعينك وتتدبر كلام ربك، كلام الله عز وجل أشرف الكلام، ترقيق للقلب وعلم وأجر وثواب. لا يكون إخوانك المسلمون يغنمون وأنت من المتفرجين. فالمساجد في رمضان والحمد لله تمتلئ بقراءة كتاب الله خاصة في النهار، فنريد أن نعمر بيوتنا كذلك بقراءة كتاب الله، نحن وأزواجنا وذرياتنا، لنحرك القلوب في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يكون لنا عادة. بعض المسلمين في زمننا هذا حينما يقال له أن بعض السلف كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يختم في رمضان 60 ختمة يستبعد ذلك، وأنا حقيقة لقيت كلمة في أحد المساجد وذكرت هذا، ذكرت كيف كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يقرؤون القرآن، ومنهم من كان يختم في 10، ومنهم كان يختم في 7، ومنهم يختم في 3، ومنهم يختم في كل ليلة. ثم ذكرت أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم في رمضان 60 ختمة، يعني في اليوم 2 ختمة، وهذا منقول عنه بالسند الصحيح كما أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الإمام الشافعي عن الربيع تلميذ الشافعي، فهذا حق ولا إشكال فيه. فتبعني هذا الأخ واستشكل وقال كيف، مستحيل، يعني لا تحدثنا بشيء لا يقبل العقل. قلت كيف يعني ما يقبل العقل؟ قال يا أخي ما لو أرد أن نختم ختم واحدة في اليوم ما نستطيع، فكيف بختمتين؟ قلت يا أخي هذا أنا وأنت، صحيح نحن نقيس بأنفسنا، لا نقيس على السلف الصالح الذين كان كلام الله عز وجل يجري في عروقهم ورطبا بها ألسنتهم. وفي زمننا هذا اليوم ليس بالأمر اليسير، في زمان اليوم أناس معروفين بأسمائهم يختمون القرآن كل يوم ختمة، وبعضهم أكثر من ذلك، وهذا بحسب ما آتاه الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله. فبعض الإخوة عنده المقدار المعتاد للإنسان أن يقرأ القرآن فيه في الجزء 20 دقيقة، هذا الشخص العادي، ورغم بعض الناس قد تكون قراءته ثقيلة يحتاج إلى أكثر من هذا الوقت، وبعض الناس أسرع يختم في ربع، وبعضهم بعشر دقائق، وأنا أعرف بعض هؤلاء يختم الجزء بعشر دقائق، يعني في الساعة يقرأ 6 أجزاء، يعني ممكن يختم القرآن في 5 ساعات، في 5 ساعات ممكن يختم القرآن، فهذه 5 ساعات في الليل 5 ساعات في النهار، فأين الصعوبة في ذلك؟ لكن نحن لأننا جعلنا وقتنا كله للدنيا نستشكل أننا نتفرغ لكتاب الله، وللحقيقة ممكن هذا لو أردنا، كيف كان السلف الصالح يقومون بأمر الدنيا والآخرة، يقومون بالدعوة والعلم والجهاد وقراءة القرآن والصلاة وأمورهم الأخرى، لكن الشيطان يلبس على العبد فيصرفه عن هذه الخيرات التي فيها أجر عظيم وثواب جزيل ولا يكلفه شيء. أنتقل أحبة الكرام إلى باب آخر من أبواب الخيرات ومجال للتقوى لله سبحانه وتعالى، الإنفاق في سبيل الله في رمضان. الإنفاق في سبيل الله تعالى كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما قال ابن عباس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل، حتى حينما يلقاه جبريل فيكون كالريح المرسلة. فالإنفاق في رمضان على نوعين، الزكاة الواجبة التي اعتاد بعض المسلمين أو كثير من المسلمين اعتادوا على أن يجعلوها في رمضان طلبا لفضيلة الزمان، وكذلك التطوع. أما الفريضة الواجبة فنصيحتي لنفسي وإخواني المسلمين أن نبادر إلى إحصاء ما في أيدينا من الأموال بدقة، وأن نصرفها وأن نخرج القدر الواجب منها وأن نصرفها إلى مستحقيها ولا نتهاون في ذلك. فبعض الناس إذا جاء موضوع الزكاة يتهاون يتساهل ويؤخر ولا يبالي، وربما لا يحصي الأمر بدقة، يحسبه بإجمال ويجعل الكسر لصالحه. والأحوط أن المسلم يتقي الله عز وجل، يتقي الله سبحانه وتعالى ويضمن أنه لم ينقص شيء من حق الله سبحانه وتعالى. فهذه الزكاة حق لله، وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلنتقي الله عز وجل أحبة الكرام فيما أنعم الله علينا من الأموال وكثيرة بأنواعه، ونسأل إن جهلنا وإن لم نعرف. بعض الناس قد يفتي لنفسه بالرخصة له، يقول لا هذا ما في زكاة، أكيد هذا ما فيه، أكيد هذا ما يجب. وبعضهم يأتي الشيطان من وجه عجيب، والله قالها بعض الأغنياء الذين أنعم الله عليهم بالملايين، قال هذه الكلمة، يقول أصلا أنا دائما أتصدق ودائما أنفق وأعطي الفقراء فما يحتاج الزكاة، الزكاة وصلتهم وصلتهم.
هو هنا يعني يخادع الله، يخادع الله ويخادع نفسه. فعليك يا أخي الحبيب أن تشكر الله عز وجل، وأن تحصي أموالك بدقة، وأن تعطيها إلى مستحقيها، مستحقيها الذين تعرف حاجتهم، وإن لم تعرفهم أعطيها من يعرفهم، ولا تعطيها لكل مدع. قد نجد أحبتي في المساجد من يدعون الحاجة، ونحن لا نكذبهم، ولا شك أنهم ما خرجوا إلا من حاجة، والله أعلم بذلك. فالصدقة عليهم من الصدقة التطوع مقبولة باتفاق، ولكن الزكاة الواجبة لا تعطيها لهؤلاء حتى إلا إذا كنت تعرف حقيقتهم وتعرف حالهم، وغلب على ظنك صدقهم فلا بأس. أما إن كنت لا تعرف ذلك فلا توصلها إلا ولا تعطيها إلا بيد المستحق الذي أمر الله بإعطائها له من الفقراء والمساكين وغيرهم ممن أمر الله بأن تعطى الزكاة إليهم. هذه الزكاة الواجبة. وكذلك الإنفاق في سبيل الله في التطوعات، من الإنفاق، من الزكوات، من الصدقات غير الزكوات. فهذه مرتبة أخرى تدل على أن العبد إذا أنفق من ماله أنه يتقرب إلى الله بكل طاعة. أحبتي الكرام، هذه نماذج، والنماذج كثيرة، ورمضان مزرعة للخيرات: الذكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الأرحام، وغيرها من الطاعات. فلنتق الله عز وجل بها جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، هو لذلك القادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين.